السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أسامة معروف. هنبدأ بقى احنا نتكلم النهاردة كده على حاجة مشهورة جدا 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 جدا، ألا وهي الإكثار من أكل السكريات أو نهم السكريات، الناس اللي بتاكل سكر كتير. وبالمناسبة الحلقة ديت هدية، والسبونسر فيها دكتور عبد الرحمن رسلان، تلميذي العزيز واللي انا بحبه على المستوى الشخصي جدا، وربنا يوفقه رب كده في حياته يعني. تمام. بص يا سيدي، احنا هنبدا ان احنا نتكلم على الاضرار اللي ممكن يعملها السكر، وانا هقول لك تبطل سكر ازاي، لان بعد البلاوي اللي انت هتسمعها دلوقتي لو انت ما بطلت السكر تبقى اهبل. تمام كده؟ طيب تعالوا كده بقى اما نشوف ايه القصه بتاعت السكر دي. السكر ده اللي هو المقصود بيه السكر الابيض اللي انت بتحطه وتحلي بيه شاي، تمام كده، اللي هو بنقول عليه السكروز، اللي هو عباره عن اتنين جلوكوز مع فركتوز، خلاص يعني مركبين شاكين في بعض، واحد جلوكوز واحد فركتوز، تمام كده. لما بيحصل له امتصاص وبيخش جوه الجسم، تمام كده، الجلوكوز بيخش على الدم فبيؤدي الى زياده مستويات الجلوكوز في الدم، فبيعمل حاجه كده بنسميها هايبر جلايسيميا. والهايبر جلايسيميا ده بيليها شويه حاجات هقولها لك دلوقتي، تمام كده، لكن انا عايز ابدا معاك الموضوع واحده واحده من الاول لغايه الاخر، تمام كده. طيب هل السكر اللي المفروض ان انا بحطه بحل بيه الشاي او بحل بيه المشروبات هو ده المقصود بالسكر بس كده وخلاص؟ لا، السكر اللي هو المقصود بيه سكر الاكل، عندك المخبوزات، عندك المكرونه، عندك المياه الغازيه، تمام، البيبسي واخواتها، تمام كده، عندك اللي هو الفاست فود، تمام، اللي انت تقريبا لو شغال في صيدليه ما بتاكلش غيره، تمام كده. طيب كل ده عباره عن سكر. طب تعالوا كده بقى ما نشوف ايه اللي ممكن يعمله السكر في جسمنا لو انت خدت سكر بكميات كبيره، خلاص. اول حاجه السكر ده نركز مع بعض بيتحول لدهون، فبيعمل اوبيسيتي او بيعمل سمنه، والسمنه دي احد الاسباب الرئيسيه للبطل بتاع حلقتنا النهارده، الا وهي الانسولين ريزيستنس. الانسولين ريزيستنس، يبقى اكل سكر كتير تخنت فبيحصل عندي مقاومه للانسولين. نحط ايدينا هنا على حته المقاومه بتاعت الانسولين وهنرجع لها دلوقتي تاني. طيب واحد بياخد سكر كتير وبياكل برضه سكر كتير، هيتعب البنكرياس، والبنكرياس يفضل يطلع انسولين 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 علشان يتعامل مع نسبه السكر العاليه اللي موجوده في الدم، فيحصل ارهاق للبنكرياس، تمام كده، ويفضل يطلع انسولين بكميه كبيره لغايه لما يحصل انسولين ريزيستنس او يقل افراز هرمون اللي هو الانسولين. ايه بقى الانسولين وايه الجلوكوز؟ بص كده نركز مع بعض. الانسولين ده عباره عن هرمون بياخد الجلوكوز كده من ايده ويدخله على بعض انواع الخلايا، وانا كلامي بيبقى محدد ودقيق، تمام كده، على بعض انواع الخلايا زي الخلايا الدهنيه والخلايا بتاعت العضلات. يعني الانسجه الدهنيه والانسجه العضليه بتعتمد في دخول الجلوكوز اليها على الانسولين، تمام كده. فلو الانسولين ما اشتغلش كويس يبقى ده معناه في منطقه كبيره جدا في جسمك، عضلات مغطيه كل حته في جسمك، الادبوس تيشوز موجوده في كل حته في جسمك، تمام كده، مش هتدخل لها جلوكوز. فايه اللي هيحصل؟ الجلوكوز ده هيفضل تنه موجود في الدم، فترتفع نسبه الجلوكوز في الدم لمعدلات عاليه جدا فيحدث هايبر جلايسيميا، تمام كده. طيب نركز كده مع بعض. لو ده البلاد فيسل الطبيعي، تمام كده، لو انت اكلت اكله معتدله، لو انت اكلت اكله معتدله خلاص، بدا يدخل عندك جوه جسمك جلوكوز، تمام كده، الجلوكوز هو ده المعدل الطبيعي بتاعه. طيب نركز بقى كده مع بعض. لو حصل ان انت اكلت أكلة مليانة سكر وقعدت تاكل سكر كتير لفترات طويلة، فنسبة الجلوكوز عندك في الدم بقت أوفر، زيادة عن النسبة اللي المفروض إن هي تكون موجودة عليها في النورمال، فيبدأ يحصل عندك حاجة كده بنسميها هايبر جلايسيميا، اللي المفروض إن الإنسولين بيتعامل معاها، بياخد
الجلوكوز ويقوم جاي رايح مدخله للانسجه العضليه والانسجه بتاعه الدهون علشان يبدا ان هو يخليها تبدا بقى انها تعمل طاقه تمام كده، او تبدا ان هي تخزن الجلوكوز على هيئه ليبيدز وهكذا. فلو موجود في عندك انسولين ريزيستنس الحاجات دي مش هتحصل، يبقى الجلوكوز تنو هيبقى موجود عندي في الدم، فيبدا يحدث ارتفاع شديد جدا في نسبه الجلوكوز في الدم، فممكن نركز كده مع بعض يدخلني في شويه حالات وشويه تطورات هناخدها دلوقتي بالتفصيل. ركز بقى كده معايا. ايه التطورات دي؟ انا عندي لو في جلوكوز موجود في الدم بتركيز عالي لمده طويله اللي هيحصل كالاتي: الاوزموتيك بريجر بتاع الدم هيزيد، فمعدل سحب الميه من الانسجه المحيطه بالاوعيه الدمويه هيزيد، فالميه هتخش في الدم كتير، البلد فوليوم هيزيد، حجم الدم زاد، يبقى الكاردياك اوتبوت او معدل الدم اللي بيتضخ من القلب في الدقيقه هيزيد، وبالتالي البلد بريجر هيزيد. يعني ده معناه ان مريض السكر لو ما حصلوش كنترول او ما عملتش كنترول على نسبه السكر في الدم بتاعه ممكن بل اكيد هيقلب معاه بعد كده الى بلد بريجر عالي، يعني الى ضغط دم مرتفع تمام كده. يبقى ده اول بلوه بيعملها مرض السكر ان هو بيزود البلد بريجر تمام كده. طيب كده احنا خلصنا من اول حاجه في موضوع اللي هو الانسولين تمام كده. يبقى في عندنا كارثه اسمها كارثه الانسولين ريزيستنس. طيب تعالوا كده بقى نتكلم على حاجه بتعملها الانسولين ريزيستنس لو حصلت. طيب واحد تخين تمام كده وعنده انسولين ريزيستنس، وهقول تاني يعني ايه معنى كلمه انسولين ريزيستنس. بص يا سيدي، الانسولين ده عامل زي المفتاح خلاص اللي بيروح يفتح القفل بتاع الخليه تمام كده. لو القفل بتاع الخليه ده مصدي المفتاح مش هيفتح تمام كده، فبالتالي الجلوكوز مش هيعرف يخش تمام كده. ده كده ببساطه وبالبلدي يعني ما يعني ايه معنى كلمه انسولين ريزيستنس اللي بتبقى مشهوره قوي عند الناس اللي هم الاوبيز. الريسبتورز بتاعه الانسولين مش شغاله كويس، فالانسولين مش عارف يشتغل، فمش عارف يدخل الجلوكوز في بعض انواع الخلايا اللي موجوده في جسمنا تمام كده، فبالتالي نسبتها تعلى في الدم فيدخلني في حاله مرض السكر لو فضلت الهايبرجلايسيميا ديت موجوده لفتره طويله. طيب الانسولين ريزيستنس بيعمل ايه كمان؟ بيعمل حاله مرضيه كده بنسميها بولي سيستيك اوفري، يعني تكيس المبايض. تكيس المبايض ده بيؤدي الى خلل هرموني، يؤدي الى اضطراب في عمليه التبويض، وممكن ينتهي بحدوث عقم. ده رقم واحد. يعني تكيس المبايض ده اصله جاي من مقاومه اللي هو الانسولين او الانسولين ريزيستنس. ده رقم واحد، ممكن يحصل اضطراب في عمليه التبويض. الحاجه الثانيه ممكن يحدث عقم. طب الحاجه الثالثه، مع زياده افراز الانسولين، ما هو الانسولين ريزيستنس خلاص الجسم عمال يبعت اشارات للبنكرياس ويقول له يا بنكرياس انا عندي الخلايا ما فيش جلوكوز بيخش فيها، والخلايا عايزه طاقه تمام كده، وما فيش طاقه بتاخدها عشان ما فيش جلوكوز بيخش، ابعت لي انسولين كتير. فنسبه الانسولين تفضل تعلى 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 تعلى. زياده معدلات الانسولين في الدم بتؤدي الى زياده افراز هرمون التستوستيرون عند الستات، والتستوستيرون ده هو هرمون الذكوره تمام كده. فتخيل واحده ست هيطلع عندها هرمون الذكوره بمعدلات كبيره جدا، فالله يحصل كالآتي: الصفات بتاعه الذكوره اللي من ضمنها هيبدا شعرها يقع. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه، هيبدا يحصل في جسمها ان يطلع شعر في اماكن غير مرغوب فيها تمام كده. طيب الحاجه الاخيره، بيؤدي الى حدوث سمنه صعب التخلص منها. سمنه صعب التخلص منها ده بتبقى موجوده ومشهوره جدا عند البنات تحديدا اللي بيبقى عندهم انسولين ريزيستنس مصاحب ليه تكيس مبايض او بولي سيستيك اوفري تمام كده. يبقى انا كده خلصت البولي سيستيك اوفري او القصه بتاعت تكيس المبايض تمام كده. انا بشرح حاجه اهوت علشان ما انساش حاجه. انا كلامي اللي بقوله خلاص، انا لما بقول لك بعض انواع الخلايا يبقى بعض انواع الخلايا اقصد حاجه هفسرها بعدين تمام كده. تعالوا كده بقى نتكلم على الانسولين ريزيستنس لو استمر.
بيؤدي إلى حدوث تايب 2 ديابيتس ميليتس. طيب التايب 2 ديابيتس ميليتس ده أو النوع الثاني من مرضى السكر هو ليه سببين، يا إما خلايا البنكرياس ما بتطلعش الإنسولين بكمية كافية خلاص، يا إما الإنسولين بيطلع بكمية كبيرة جدا لكن موجود فيه عندي إنسولين ريزيستنس، وهو ده اللي المفروض إن إحنا بنتكلم عليه النهاردة، موضوع مقاومة اللي هو الإنسولين. تمام كده؟ طيب الدايابيتس ميليتس تايب 2 لو كان سببه الانسولين ريزيستنس، ايه الاعراض اللي ممكن ان هي تحصل؟ خلاص تعالوا كده ما نشوف على المدى القريب وعلى المدى الطويل. تمام كده؟ ركز بقى كده معايا. رقم واحد، هيبدا يحدث تكون لكوليسترول ودهون بكميه كبيره خلاص، فيحدث تصلب للشرايين، تصلب للشرايين، فتصلب الشرايين ده ممكن يؤدي الى زياده البلاد بريشر، زيه زي زياده حجم الدم اللي انا كنت لسه قايلها لك في الاول. تمام كده؟ يبقى تصلب شرايين والبلاد فوليوم زاد، هما الاثنين مع بعض يعملوا دويتو يرفعهم البلاد بريشر او ضغط الدم بتاع المريض. هذا رقم واحد. رقم اتنين، نركز بقى كده مع بعض، الدهون بتتكون بكمية كبيرة، ايوه خلاص، الدهون دي بقى تروح تتراكم فين؟ هتروح هتتراكم على الليفر. تمام كده؟ الليفر ده هو المسؤول عن الميتابوليزم بتاع حاجة اسمها البيورينز. يعني ايه البيورينز؟ اللي هي القواعد النيتروجينية اللي بنقول عليها البيورينات زي الأدينين والجوانين. البيورين ليها مسار المفروض ان هي بتخش فيه. تمام كده؟ طيب المسار ده البيورين بيتحول الى انوزين، وبعد كده الى هايبوزنسين، وبعد كده زنسين، وبعد كده يطلع يوريك اسيد. تمام كده؟ يبقى بينتهي الميتابوليزم بتاع البيورينز في الليفر الى تكوين اليوريك اسيد. يعني اليوريك اسيد ده عباره كده عن ويست برودكت المفروض ان جسمك يتخلص منه. تمام كده؟ بيتخلص منه ازاي؟ عن طريق الكليه. وركز في الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي كويس جدا. تمام كده؟ طيب لو حصل ان الكبد مش شغال كويس، الميتابوليزم بتاع البيورينز مش هيبقى كويس، فبالتالي نسبه اليوريك اسيد في الدم هتبقى عاليه. خلاص كده؟ نسبه اليوريك اسيد في الدم هتبقى عاليه خلاص، فيحدث ما يسمى هايبر يوريسيميا. هايبر يوريسيميا يعني زيادة نسبة اليوريك أسيد في الدم. تمام كده؟ ومش كل هايبر يوريسيميا يتقال عليها جاوت، لازم علشان يتقال عليها جاوت لازم يكون مصاحب للهايبر يوريسيميا ديت أعراض. هقول لك رقم احفظه، 6.8 خليها 7، 7 ملي جرام بر ديسيليتر. المفروض ان الشخص البالغ نسبة اليوريك أسيد في الدم ما تتخطاش الرقم ده. طب لو تخطط الرقم ده والراجل ده مفيش عليه اعراض، الاعراض ديت اللي هي بتبقى عباره عن التهاب في المفاصل، وهبقى اتكلم لكم على موضوع الجاوت او النقرس خلاص، اشهر العلامات بتاعته بتلاقي موجود كده صباع رجلك الكبير كده بيبقى ملتهب جدا. تمام كده؟ هبقى اتكلم لكم على الجاوت ده كده في حلقه لوحده، بس عايزك تركز معايا كده في اللي انا هقوله ده خلاص. نسبه اليوريك اسيد في الدم عليت خلاص، وبدأ يظهر الأعراض بتاعة مرض النقرس. المفروض إن الجسم بيصرف اليوريك أسيد عن طريق الكلية. طب إيه رأيك إن مريض السكر الكلية بتاعته على المدى الطويل بتتضرب؟ تعالى كده بقى أما أقولك إيه اللي بيحصل على المدى الطويل. اللي بيحدث يا سيدي على المدى الطويل ان بيتكون حاجة كده بنسميها Advanced Glycated End Product، Advanced Glycated End Products. تاني كده، Advanced Glycated End Products. Glycated ده نتيجة اتحادها مع الجلوكوز. قال لك لو الجلوكوز فضل موجود في الدم بنسبة عالية قوي لمدة طويلة يبدأ ان هو يتحد مع البروتينات ويتحد مع الليبيدز ويكون المركبات اللي احنا بنسميها Advanced Glycated End Products. الAdvanced Glycated End Products دي بتؤدي الى تدمير الخلايا اللي هي موجودة فيها او تكونت فيها.
طب انهي نوع بقى من انواع الخلايا اللي بيحصل فيها دخول او وجود للجلوكوز بتركيزات عاليه؟ قال لك الخلايا التي لا تعتمد على دخول الانسولين او لا تعتمد على الانسولين في ادخال الجلوكوز اليها. زي ايه؟ زي الاعصاب، زي العينين وتحديدا الريتنا، زي الفاسكولار اندوثيليوم، الاندوثيليا بتاعت الايه؟ الفاسكولار سيستم. خلاص كده؟ زي الكليه. ايه ده؟ كليه واعصاب هيتضربوا، عينين هتتضرب، البلود فيسلز كمان هتتضرب. تمام كده؟ كل ده بسبب ايه؟ تراكم الحاجه اللي احنا بنقول عليها الادفانسد جلايكيتد ان ذا برودكتس، بتروح تبوظ الاماكن دي. الاماكن ديت اللي هي ايه؟ اعصاب، الاعصاب بتاع جسمك. ودايما تلاقي الشخص اللي عنده مرض السكر بتلاقيه بياخد حقن حمراء كده، بيقول لك حقن الاعصاب. ليه؟ عشان مشهور عندهم التهاب الاعصاب الطرفي. تمام كده؟ ادي كده يا سيدي عرفت موضوع التهاب الاعصاب الطرفي اصله جاي منين. تمام كده؟ نتيجه ان الخلايا العصبيه بيبدا يحصل لها دامج نتيجه الاوزمولاريتي العاليه بسبب وجود تركيزات عاليه قوي من الجلوكوز فيها. مع مرور الوقت يبدا الجلوكوز ياخد البروتين والليبيدز ويكون معاها الاي جي اي اس اللي هي الادفانسد جلايكيتد اند برودكتس. تمام كده؟ فتدمر الخلايا. الخلايا بتاعت ايه بقى؟ الخلايا بتاعت الاعصاب، الخلايا بتاعت الريتنا، بتاعت العينين، فممكن تقلب بعمى مع مريض السكر، الخلايا بتاعت الكليه فتعمل فشل كلوي، خلاص، الخلايا بتاعت الفاسكولار اندوثيليوم اللي هو الاوعيه الدمويه. يعني الكليه بتتضرب؟ الكليه بتتضرب. الكليه اللي المفروض ان اليوريك اسيد بيطلع منها؟ الكليه اللي المفروض ان اليوريك اسيد بيطلع منها. فده معناه لو مريض سكر، الكبد بتاعه خلاص ما عملش ميتابوليزم كويس للبيورينز، وتراكم اليوريك اسيد بتاعه وفضل ما ياخدش الادويه بتاعته والكليه بتاعته باظت، اليوريك اسيد هيطلع عنده في السماء، او نسبته في الدم هتعلى، هتبقى في السماء، يبدا بقى يتراكم بقى في المفاصل على هيئه مونو صوديوم يوريتس، اللي هي عباره عن كريستالات كده من اليوريت اللي هو الملح بتاع اللي هو اليوريك اسيد، اللي تبدا بقى انها تعمل انفلاميشن شديد جدا جدا. خلاص احنا مش في صدد ان احنا نتكلم على موضوع اللي هو النقرس ايه دلوقتي. تمام كده؟ فاحنا اتكلمنا على الخلايا اللي المفروض ان هي بتتضرب، ماشي، في عمليه تكوين اللي هو الادفانسد جلايكيتد اند برودكتس. اخر حاجه بقى هتكلم عليها، خلاص، مريض السكر من النوع الثاني بيبقى عرضه لحدوث تجلطات الدم. خلاص كده؟ يعني عرضه للثرومبوزز، عرضه للجلطات. خلاص؟ يبقى ده معناه انا ايه اللي جاب لي كل ده؟ اللي جاب لي كل ده هو السكر. خلاص؟ باكل سكر كتير. طيب ما تعود نفسك ان انت ما تاكلش سكر. خلاص؟ الفاكهه فيها سكر، بس ان كل شيء خلقناه بقدر، ربك خلقها في الحاجه اللي هي فيها طبيعيه وكمصدر طبيعي، خلقها بنسبه معينه، تمام، بتركيبه معينه، ان انت لما تاخدها ما تتعبش. تمام كده؟ ممكن تاكل مثلا ثمر فاكهه، خلاص، لكن ما تروحش تسفلي كده وتقوم جاي رايح جايب لي كده كوبايه شاي وحاطط لي عليها 10 معالق سكر وتقول لي انا فتوى وانا جامد. تمام كده؟ لا، انت ما انتش فتوى ولا انت جامد، ده انت هيتحط عليك بعد كده. تمام كده؟ ده انت دنيتك دي كلها تبوظ بعد كده. خلاص؟ يبقى اذا مرض السكر، خلاص، وتحديدا نتيجه زياده معدلات استهلاك السكر، خلاص، قد تؤدي الى حدوث مرض السكر بالفعل نتيجة حدوث ما يسمى بالإنسولين ريزيستنس، اللي بيترجم إلى حاجة اسمها دايابيتس ميليتس تايب 2. الحاجة التانية اللي احنا اتكلمنا عليه في الستات البوليسيستيك أوفري والدايابيتس ميليتس تايب 2، يتخاف منه على المدى الطويل، إن في حاجات بتضرب على المدى الطويل، الأعصاب والمخ. تمام كده؟ الأعصاب يبدأ يحصل فيها التهابات، المخ بقى تلاقي الواحد بدأ يجيله زهايمر ويتوه، زهايمر ومش مركز، عنده ديمانشيا. تمام كده؟ عنده حالة توهان. تمام؟ العينين يبدأ يحصل فيها مشاكل، وتحديدا في الريتنا فيحدث بلايندنس.
الحاجة اللي بعد كده الكلية، الخلايا بتاعتها وتحديدا الجلوميرولاي أو الجلوميرولوس، خلاص كده اللي هو المكان اللي بيتفلتر فيه الدم علشان يتكون اليورين، بيبوظ، بيحدث كيدني فيلير. خلاص كل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب زيادة نسبة الجلوكوز في الدم بمعدلات عالية جدا. خلاص طيب اعالج الموضوع ده ازاي؟ اروح للدكتور بعد ما اتعب ولا الوقاية خير من العلاج؟ الوقاية خير من العلاج. صدقني لو منعت سكر هتخس وصحتك هتبقى كويسة وهتلاقي نفسك بقيت نشيط، تمام كده؟ وهتلاقي فعلا فرق 180 درجة في صحتك أول ما تبطل سكر. ابعد عن الفاست فود، ابعد عن البيبسي واخواته اللي بيبقوا مليانين سكر، تمام كده؟ الحاجة اللي بعد كده ابعد عن يعني الأكلات السكرية زي المشبك والبسبوسة والهريسة والكلام ده، يعني لما يجي لك نفسك ليها مرة بأكلها لكن مش كل يوم، تمام كده؟ لما تيجي تشرب الشاي حاول واحدة واحدة قلل نسبة السكر سنة سنة كده لغاية لما توصل إلى النسبة الطبيعية والحلوة، النسبة الجميلة اللي المفروض إن احنا عايزينها، تمام كده؟ طيب أتمنى إن أنا أكون أفدتكم في الحلقة دي وبينت لكم خطورة السكر، مش مرض السكر، لا، مرض السكر ده بينتج من إنك ممكن تاخد سكر بمعدلات كبيرة جدا، خلاص كده، لفترات طويلة جدا، ممكن يؤدي تناول السكر إلى مرض السكر، خلاص كده. لكن تناول السكر في حد ذاته خلاص ممكن يؤدي الى ما يسمى بالانسولين ريزيستنس اللي بيترتب عليه بقى بعد كده الحاجات اللي انا قلتها دي، تمام كده. يبقى قضينا كده على شويه خرافات. اشرب يا ابني كل يوم كده كوبايه ميه عليها 3 4 5 معالق سكر ولا 10 معالق سكر علشان تتقوت، تمام. قضينا على خرافات بتتقال على المصاطب ان احنا يعني لازم نعتمد على العيش، العيش ده لا غنى عنه. انا عارف ان في ناس غلابة والله العظيم واكلهم هو العيش، تمام، بس دمت مش قصتنا دلوقتي، احنا مش بنتكلم في الموضوع ده. انا بتكلم على الناس اللي هي الميسورة اللي تقدر ان هي تعتمد على الخضروات والفواكه والبروتين، تمام كده، كمصدر للطاقة بعيدا عن السكريات، خلاص كده، اللي موجودة في المية الغازية والسكر العادي بقى والفاست فود والكلام اللي انا قلته ده، تمام. يلا اشوفكم على خير والسلام عليكم، وان شاء الله الحلقة دي هسجلها في استوديو بطريقة احترافية اكتر شوية، تمام، بس اتمنى يعني ان هي تكون عجبتكم بامكانيات الضعيفة المفروض ان انا شغال بيها دي، تمام. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم. وكان معاكم دكتور أسامة معروف، مع السلامة.